فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يقول: ما المراد بقوله ولكن الله رمى؟ أي أن الإصابة بتوفيق الله، أنت رميت ولكن ما هو لازم أنك تصيب إلا إذا قدر الله الإصابة، فأنت عليك الرمي، الله أسند الرمي إليك، الله أسند الرمي إليك ونفى عنك الإصابة إلا بإذنه سبحانه وتعالى. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.